ليكيب نتاعنا السنة قاعدين نحضروا في أسس نتاع إكيب سير دو باز سوليد، إكيب مش نتاع موسم، إكيب إن شاء الله تكون نتاع بروجي ونواة نتاع مواسم قادمة للنادي الإفريقي. ما تنجمش تكون النادي الإفريقي فوسط بطولة افيك إمكانيات بشرية معناته متواضعة، تعرفوا مليح كونوا النادي الإفريقي معناته القدر نتاعو يلعب على الألقاب، لكن تعرفوا ليكول دو فورماسيون في الكلوب افريكان سي تري انتريسون وباهي للفيديراسيون وباهي ليزيكيب ناسيونال استيرا. لي بريستاسيون اللي عملناهم عملناو كانوا معناته الحق معناته ممتازين، سولمون في لي ديرني باركور عدة اعتبارات وظروف اللي ماهيش ما تخصش الفان كارون تاع التيران خلاتنا معناته ما نتوجوش، مي هاك شفتوا حتى لي جون نتاعنا اللي قاعدين يلعبوا في المنتخبات الوطنيه قاعدين يتألقوا من مقابله الى مقابله اخرى. نرجع للكيب سينيور نتاعنا، اخترنا كونوا نوجهوا الانتتابات نتاعنا باش تكون في حجم النادي الافريقي وفي حجم التطلعات نتاع الكلوب افريكان. ان شاء الله مش نلعبوا الادوار الكل الاولى، مش نلعبوا على الالقاب الممكنه. المجموعه متجانسه متناغمه، لي ريكروتمون سو سون دي جوار اللي نجموا يحملوا الزي نتاع النادي الافريقي. في المقابل نحن عندنا معناته التزامات معهم، ان شاء الله معناته تبدا الامور كلها في معناته عند حسن الظن. قاعدين نعملوا في ان بروجي دو ترافاي به، مش باش نقول لك بروجي نتاع عام ولا اثنين ولا ثلاثه، الحكايه هذيك باش نتعدى عليها، مي قاعدين نخدموا المستقبل نتاع النادي الافريقي. نحن ما لنا الا اطار فني عابر، مي على الاقل كيف نخليه جمعيه، نخليه جمعيه واقفه وقيمه الذات، كلك سواء بالشبان اللي مش يدعموا الفريق لو من الاصغر ومن الاوسط، وكلك سواء من اللي جوار اللي جبناهم. كانوا عندنا دي لاكون في كلك بوست، هاك شفت عملناو على كوره ما نجمناش كنا نجم نلعبوا فينال شامبيونا رغم الامكانيات الماديه اللي ماهيش متوفره. سنة معناته دعمنا إطار بتاعنا البشري، ثم إن شاء الله معناته دي بروميس بهين باش نعملوا موسم به، وإن شاء الله معناته الإدارة بتاع النادي وعلى رأسها الرئيس ورئيس الفرع والأخيان في الإدارة في البيرو معناته ناخذوا الإمكانيات اللي لازمنا ناخذوها باش الفريق نتاع كرة اليد يشرف معناته الراية ويشرف الألوان نتاع النادي في موسم نطلعوا فيه المئوية النادي الإفريقي اللي نجموا معناته إن شاء الله نشرفوا فيها الفريق نتاعنا أحسن تشريف.